عمومية للأمم المتحدة بالنسبة للقرار العربي اللي كان طبعا يدين النظام السوري ويطلب تنحي الرئيس الأسد، لبنان والجزائر حقيقة امتنعوا. هل كان ممكن يعملوا غير شيء؟ الجزائر كان ممكن تعمل غير شيء، ما بعرف وين المشكلة انه ما تعمل لا. غير شيء. هلأ انا برأيي هالطريقة بالتصويت من قبل لبنان ما كانت حكيمة قبل الحكومة الحالية، لأنه إذا النائب النفس يعني ما يعنيه من النواحي العسكرية والأمنية والنواحي العملية الأخرى، النائب النفس مش معناتها أنه حكومة معينة بتمثل شعب معين ما يكون عنده موقف بالمبدأ، عم بحكي هون بالمبدأ، ما يكون عنده موقف من تطور تاريخي هالقد بهالحجم. طيب بس كيف فيكم تحموا لبنان؟ يعني معلش أنه هيدي كمان الحكومة يعني عم تمشي كمان بين النقاط، لو لبنان صوت مع ايه شو كان بصير؟ ايه كيف شو كان صوت مع شو كان بصير؟ كيف يعني بدنا نتفق ايه يا انه لبنان قائم بالحد الادنى. انا عم بسألك شو ممكن يصير؟ ما بصير شيء. شو بده يصير؟ انا برأيي هالطريقة بالتصرف هيدي عم تفقد الدولة كتير من هيبتها، من حضورها، من وجودها، ومن الجملة طريقة التصويت مثل طريقة التصويت اللي صارت. طب انه هاللبنان هذا وين بده يعود؟ يعني شو موقعه على الخارطة العربية أو الخارطة الدولية إذا شغلي بهالحجم هلأ لا لون ولا طعم ولا رائحة له؟ عم بحكي بهيك إطار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنا مش عم بحكي على الأرض أو بالأعمال العسكرية. طيب في يعني في حزب الله اللي هو يعني عنصر أساسي من كيان هذا المجتمع اللبناني وهذه الدولة اللبنانية، في حال سقط النظام السوري مثل ما عم بتقول حضرتك، شو بده يصير مع حزب الله؟ انتو يعني وين شو رح تعملوا؟ كيف رح تمدوا اليد لهالفئة من اللبنانيين؟ انا وبخلاف سؤالك هلا وبخلاف يمكن ما يعتقده البعض، حزب الله لم يصل بعد الى هذه النقطة. يعني حزب الله بعده معتبر انه لو سقط النظام بسوريا انه شو المشكله؟ يعني ما تفكري حزب الله رح يصير قابل لاي نوع من انواع التفاوض او الاخذ والرد اذا سقط النظام بسوريا. انا ماني مع، ان شاء الله اكون مخطئ بنظرتي، بس انا ما بعتبر انه حزب الله حاسس حاله وصل لهالقد وضعيه ضعيفه لانه صار قابل انه الاخذ والرد. عم بتقولي نمد ايدنا، ما احنا كل الوقت ايدنا ممدودة لحزب الله. اذا شو بيصير؟ شو تداعيات سقوط النظام على لبنان؟ تداعياتها كبيرة بس بدها تاخذ وقت تتترجم عمليا. باللي شغلة ست جيزان من وقت الاستقلال لهلا وبالاخص الاخص وقت ما اجى نظام البعث على الحكم في سوريا وراخي بصمات كتير تقيلة على كل الحركة السياسية في لبنان. يعني من بعد سقوط نظام حزب البعث في سوريا أنا برأيي رح تتأثر بشكل كبير الحركة السياسية اللبنانية. تقريبا رح يصير في غير حركة سياسية أو حركة سياسية مختلفة بمواصفات مختلفة لأول مرة من 50 سنة بدون هاليد الغليظة البعثية على الحياة السياسية بلبنان. السؤال يلي عم تسألينيه عن حزب الله بينطرح أكثر شيء بما يتعلق بكل حلفاء سوريا الآخرين، بس مش بما يتعلق بحزب الله، لأن يعني نقطة ارتكاز حزب الله الأساسية والرئيسية هي إيران مش سوريا، واستطرادا سوريا. بينما حلفاء سوريا الآخرين نقطة ارتكازهم الأولى والوسطى والأخيرة الأساسية وغير أساسية هي نظام بسوريا. وبالتالي بس يسقط مسائلي لي حزب مثل حزب السوري القومي الاجتماعي شو بده يعمل؟ قالي لي فرقاء سياسيين مثل ما بدي أذكر حدا بالوقت الحاضر جنرال عون مثلا ايه بده يصير وضعه أضعف بكتير من هلأ. هو قال رح يصير في يعني حرب عالمية وإقليمية بحال سقط نظام الأسد. هذا تعبير أكبر دليل على إحساس العماد عون بخطر سقوط النظام السوري عليه. يعني قد ما شايف أنه إذا سقط النظام السوري على تأثيره رح يكون عليه كبير، يعني صاير عم يتمنى، وطبعا هالتمني اللي عنده إياه بيطلق بشكل آخر أنه رح يصير، انه بتمنى انه يصير حرب عالمية كبيرة لما يسقط هالنظام هذا. هيدي دليل على ذلك. طيب حكيم، عم بتشوف شوي طبعا التلفزيونات، عم بتشوف بعض المسلحين في الداخل السوري، في
تيارات إسلامية متشددة موجودة على الأرض. صحيح. هذا الشيء بخوفك؟ كنت بتمنى لو ما في متشددين من بين الثوار بسوريا، بس تمني شيء والواقع شيء آخر. بس هيدي ما لازم تخلينا نغير بنظرتنا للثورة السورية. ما بده يجيب عن بالنا انه الثورة السورية بنسبة 80-90% الناس مثلي ومثلك. كل الاعلانات اللي طلعت عن المجلس الوطني السوري وعن كافة الفرقاء السياسيين بسوريا، حتى الاخوان المسلمين بسوريا، كل الاعلانات اللي طلعت ما 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 فيني حط انا اي علامة استفهام عليها. هلا انه في مسلحين متشددين، قاعدة ما بعرف هالتسمية صايرة مغايطة، ما حدا في قدر شو هي، يعني داخلين بالاخدين بطاقة قاعدة وداخلين بالتنظيم بالنظام الداخلي تبع قاعدة، ما بعرف بيني وبيني. بس انه في متشددين، مزبوط في متشددين، بس قداش في غير متشددين؟ في كتيرين كتيرين كتيرين. هلا مثل ما بصير كمان بكل الثورات، ايه للأسف وهون الخطأ الكبير بيتحمله النظام. أنا بدي ذكر إنه أول شهر وثاني شهر وثالث شهر لحد رابع شهر، ما هيك، لحديت مقتل حمزة الخطيب، الطفل حمزة الخطيب، ما كان في أي قطعة سلاح بالشارع بسوريا. كل القتلة كانت تروح مدنيين، كل المظاهرات مظاهرات مدنية. بس وقت اللي صار هالإصرار على القمع بهالشكل هذا، طبعا العنف بيستجر العنف وللأسف. انشقاق رئيس الوزراء مع جنرالات إذا صح يعني الخبر، كمان معه وزيرين أو ثلاثة، شو بقى كمان يعني؟ مؤشر إضافي للربع الساعة الأخيرة. حكيم، أنتوا يعني 14 أذار، قلت الحزب التقدم الاشتراكي، القوات اللبنانية، المستقبل، كيف أنتوا هل عم بتساعدوا الثوار السوريين؟ هل لكم وجود في هذه الثورة؟ وجودنا أول شيء على مستوى المبدأ والإعلان السياسي بشكل واضح جدا، نحن بدون مواربة مع التحرك الشعبي، اللي ما فينا إلا ما نكون مع التحرك الشعبي اللي عم بصير بسوريا. تاني على المستوى السياسي طبعا بكل علاقاتنا الداخلية والعربية والدولية، بنقول إنه هيدا رأينا، لبل نتناقش نحن وكل الأطراف الآخرين على إنه اللي عم بصير ثورة شعبية، مش إنه اللي عم بصير مجموعات إرهابية عم تتحرك داخل سوريا وبالتالي لازم العالم يكون معه إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فإذا إيه، نحن مع التحرك الشعبي السوري، مع حق الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه، إن كان بالإعلان السياسي أو بالعمل السياسي ككل. أكثر من هيك لا، نحن مواطنين بدولة وتحت القانون بهالدولة، دولة لبنانية، ونتصرف ضمن ما تسمح لنا به القوانين. لكن سؤالي الأخير، في سيناريو بيقول أنه ممكن الرئيس بشار الأسد أن ينطوي إلى جبل العلويين يعني، وطبعا في تحاليل بتقول أنه هذا يشبه يعني ما صار بلبنان. هل المنطقة ذاهبة إلى أقاليم كما يتصور الكثيرون؟ أنا ما بعتقد بهالسيناريو صراحة. أولا على المستوى من الناحية المبدئية، يعني هالطريقة بالتفكير ولا مرة بيّنت بسوريا عند أي مجموعة من المجموعات السورية وبالأخص عند العلويين. نتذكر كلنا كيف وقت الانتداب الفرنسي جربوا وقت الفرنسيين يعملوا 4 دول بسوريا، بحلب وحدة، بجبال العلويين وحدة، بدمشق وحدة، وبجبل حران وحدة تانية. العلويين بجملة ما قبلوا أنه بهالدولة العلوية المستقلة. هلأ من الناحية العملية، أنا رأيي لو في هيك تفكير كان مفترض من أول لحظات عسكرة الثورة أنه ينكفئ بشار الأسد مع كل قوى الهونيكة، لأنه هلأ بس يسقط مطرح ما هو بده يسقط وين ما كان. هلأ ما بقى فيه يسقط بمطرح وينكفئ بمطرح آخر، خلص بالمومنتوم اللي راح يجمع الثورة، ولا ممكن يعود يقدر يهد النظام في أي مكان آخر، لا بجبال العلويين ولا بجبال حران. صفى أنه يا بده يضل مطرح ما هو هلأ، يا بده يسقط كليا في كل مكان آخر. وبالتالي أنا ماني شايف هالسيناريو. دكتور سمير جعجع، رئيس اللجنة التنفيذية للقوات اللبنانية، شكرا لهذه المقابلة الخاصة، وللمشاهدين شكرا لوفاء، وإلى اللقاء.